عندنا لو ديابيت اون جينيرال كاين بزاف سواء في لا سوسيتي تاعنا ولا بارتو دون لو موند. دونك لازم ان طون كو ميدسان جينيراليست لازم تكونوا هازينو تري بيان. علاه؟ على خاطر لو ميدسان جينيراليست هو اللي راح يكون ريسبونسابل على لو سويفي الدياغنوستيك في الاول صح لو لو سويفي تاع لي مالاد ديابيتيك. دونك هذه الحاجه اللي لازمكم تهزوها، تسمى ديابيت ماشي تفوتوا عليه ديريكتومون تقولوا بلي حاجه تاع الاندوكرينولوج الوغ كو نو راهي تاع ميدسان جينيراليست. دونك رايحه نخدم بلو كور تاعكم اللي مدته لكم بروفيسور نوري اللي هو تاع بن محمد. دونك باه ما يكثرش عليكم بزاف لي سوبور وتزيدوا تهزوا سوبور من عندي اكسيتيرا. دونك ماذا بيا نكمل نخدم ديريكتومون بلو كور هذاك. مي افون افون دو كومونسي افيك لو كور لازمنا نحكيو على حاجه تري امبورطونت اللي هي لا فيزيوباثولوجي. اتون جو في بارطاجي لا فيزيوباث برك. بون راح نحكيو عليها بغيافمون. بون كي تفهموا لا فيزيوبات اي حاجه من بعد في الديابات ولا في لي كومبليكاسيون كرونيك ولا في لي كومبليكاسيون ايغو راح تجيكم تري فاسيل. علاه؟ باسكو كي تهزوا لا فيزيوبات من بعد ما تكونوش حافظين هذيك لانفورماسيون راحين بالفيزيوبات تقدروا تعاودوا تجبدوها. دونك الحاجه الاولى اللي لازمنا نعرفوها حنا كاين عندنا الغداء تاعنا. الغداء تاعنا واش فيه؟ فيه لي بروتيين، فيه لي غلوسيد، وفيه لي ليبيد. هذه قراناها في لا بروميير اني. دونك عندنا الحاجه الاولى لي بروتيين واش يخدم بهم لو كور تاعنا؟ يبني بهم لو كور. دونك ماهمش راح يدخلوا باه يمدونا لينيرجي. الحاجه الثانيه كاين لي ليبيد. لي ليبيد قادرين يمدونا لينيرجي بصح ماشي اون بروميير بلاس. وكاين لي غلوسيد اللي هما لو بروميير جونغ لا بروميير سورس تاع لينيرجي. دونك هو اللي راح نبداو به نستهلكو هو كي يخلص لنا راح نبداو في لي ليبيد. ومن بعد كي يخلصوا لي ليبيد خلاص راح نوليو لي بروتيين. دونك هادي من الحوايج اللي قراناهم من قبل. لازم نعرفو تاني حاجه باللي كاين لي زورغان تاع الجسم تاعنا كامل يتغداو على لو غلوكوز ولي ليبيد. سوف كاين زوج حوايج اللي يتغداو غير على الغلوكوز وشي هما لو سيرفو تاعنا ولي غلوبول روج. دونك هادو كون ما يلقاوش لو سيرفو ما يتغداوش، ما عندهمش حاجه خلاف يتغداو عليها. هادي لازمكم تهزوها في راسكم باسكو هادي هي لا باز. دونك حنايا لو كور تاعنا واش يخدم؟ قلنا بلي يخدم بلو غلوكوز. لو غلوكوز هذا منين راح يجينا؟ باين بلي راح يجينا من لاليمونطاسيون اللي تجينا من لي زانتيستان. دونك لو كور تاعنا راح يهز لو غلوكوز من لاليمونطاسيون ديريكتومون ويفوتو لو سون. من بعد في لو سون تاعنا حنا كي نعودو في لا بيريود لي ورا لاليمونطاسيون دونك تغدينا جبنا الغلوكوز. الغلوكوز راح يكون كاين بزاف في لو سون تاعنا. دونك لو كور تاعنا واش راح يدير؟ رايح يستهلك هذاك لو غلوكوز اللي كاين و او ميم طون راح يخبي منه باه اون كار طرا خلاف ما يلقاش لو غلوكوز راح يخدم به. شكون اللي راح يخلي لو كور تاعنا يدير هذه الحاجه يخليه يستهلك لو غلوكوز ويخبيه؟ هو الانسولين. الانسولين اللي جاي من لو بونكرياس تاعنا. دونك لو بونكرياس تاعنا هو اللي راح يديتيكتي بلي لو غلوكوز راهو كاين بزاف في لو سون ويمد لنا الانسولين. الانسولين كي يروح راح يخلي الانسولين هو اللي راح يمد لنا لي في على لو فوا هذا لو تيسو اديبو ولي موسكل. دونك هادو هما لي زورغان سيبل تاعنا تاع الغلوكوز وتاع لا ريغولاسيون تاع الغلوكوز كامله. دونك الانسولين واش راح يدير لنا؟ راح يخلي لو فوا يدير لو ستوك تاع الغلوكوز. باه يدير لو ستوك يحول الغلوكوز يرجعو غليكوجين اللي هي لا غليكوجينوجينيز. والشي يدير ثاني يدير لنا يحول لي زاسيد اميني ولا كوادر يهز لي زاسيد غرا هذوك لو غلوكوز يحولوا لاسيد غرا ويبعثوا لو تيسو اديبو باه تيسو اديبو يستوكي. دونك هذه هي الخدمه تاع لو فوا. الحاجه الاولى لا غليكوجينوجينيز يخدم الغليكوجين ا بارتير دو غلوكوز ويهز لو غلوكوز يحولوا لي زاسيد غرا ويبعثوا لو تيسو اديبو. هذه هي الخدمه تاع لو فوا يديرها غير كي يعود الانسولين كاين. الحاجه الثانيه اللي هو لو تيسو اديبو. لو تيسو اديبو واش راح يدير؟ راح يهز لي زاسيد غرا اللي راح يجيوه من لاليمونطاسيون ويهز لي زاسيد غرا اللي جاوه من لو فوا ويستوكيهم سو فورم دو غراس. دونك هذه لا ليبوجينيز. الحاجه الثالثه لي موسكل. لي موسكل واش خدمتهم يديروا؟
كي يجيهم الانسولين راح يخليهم انهم يهزوا لو جلوكاز من لو سون ويحولوه تاني لجليكوجين، دونك راح تصرى تاني لا جليكوجينوجينيز اللي رايحه تخلي لو موسكل يستوكي الجلوكوز سو فورم دو جليكوجين. دونك هذه لازم تكون اكيز. من بعد عندنا كي نعودو اون بيريود دو جون، دونك ما كانش لاليمونطاسيون خلاص، دونك لو جلوكوز في لو سون واش راح يدير؟ راح يهبط. كي يهبط لو جلوكوز في لو سون لو بانكرياس انا كيفاه راح يرياجي؟ راح ينقص الانسولين وراح يمدنا الجلوكاغون. دونك لو جلوكاغون واش راح يدير؟ الجلوكاغون راح يحوس يهبط يطلع لا غليسيمي في لو سون. دونك واش راح يدير؟ راح يروح لو فوا يدير لنا يخرج من الجليكوجين هذاك يرجع لنا الجلوكوز. دونك هذه سي لا غليكوجينوليز، لا غليكوجينوليز دونك يخرج من الجليكوجين هذاك اللي ستوكاه من قبل باه يمد لنا الجلوكوز. الحاجه الثانيه اللي راح يديرها لنا راح يحول من لي زاسيد امينو ولي زاسيد غرا يرجع لنا كاين الجلوكوز اللي هي لا نيوغلوكوجينيز. دونك راح يخدم الجلوكوز ا بارتير دي زاسيد غرا اي دي زاسيد امينو. دونك هذه في لو فوا. من بعد لو تيسو اديبو واش راح يصرا؟ لو تيسو اديبو راح يمد لنا لي زاسيد غرا، يهز لا غريس هذيك ويحولها لدي زاسيد غرا. لي زاسيد غرا هذيك هذوك واش يدير لهم؟ يبعثهم لو موسكل باه لو موسكل يستعملهم في بلاصه الجلوكوز على حتى يديروا هاد جونغ هاد الحاجه كامل. على خاطر كيما قلنا في الاول بلي لو سيرفو ولي غلوبول روج يخدموا غير بلو جلوكوز، دونك لو كور تاعنا كي يلقى الجلوكوز ناقص بزاف واش يدير؟ يخبي الجلوكوز هذاك اللي عنده لو سيرفو ولي غلوبول روج ولي لي زورغان الاخرين يخليهم يخدموا بلي زاسيد بلي زاسيد غرا وبلي بروتيين. دونك لو جلوكوز يخبيه ويخلي الاخرين يخدموا بالحوايج اللي كاينين. دونك كيما هنايا قلنا بلي لو تيسو اديبو راح يمد لنا دي زاسيد غرا، لي زاسيد غرا هذوك يمدهم لو موسكل ولو موسكل راح يخدم بهم لينيرجي باه يخدم بها. دونك هذه لازمنا نهزوها تاني. دونك حنا دركا واش راحين نفهمو؟ نفهمو بلي لو كور تاعنا ورا لاليمونطاسيون راح يطلع في الانسولين، علاه؟ باه يستخدم هذاك لو جلوكوز اللي كاين يخبي منه. و اون بيريود دو جون كي تهبط لا غليسيمي واش راح يدير؟ يمد لنا الجلوكاغون باه يطلع لا غليسيمي. هذه لازم نكونوا فاهمينها. دركا اون بيريود دو جون حنايا بالك نخمو بلي الانسولين تولي ما كانش خلاص ويولي لو تو تاعها زيرو الوغ كو هي ما كانش منها. لازم دائما يكون عندنا ان تو تاع الانسولين دو باز، دونك دائما كاينه كونتيتي صغيره تاع الانسولين. على حتى على خاطر اول حاجه ما كانش غير الجلوكاغون اللي قاعد يطلع في الانسولين، كاين دوطغ زورمون هايبر غليسيميون اللي راهم يطلعوا لنا في الغليسيمي او ميم طون. واش هما هادو لي زورمون؟ كاين باغ اكزومبل عندنا لو كورتيزول، لادرينالين، لا سوماتوهرمون اللي هي الجروث هرمون، لهرمون دو كرواسونس. دونك هادو كامل راحين يسيو انهم يطلعوا لا غليسيمي. دونك دائما لازم تبقى عندنا اون انسولينيمي دو باز باه ما نخليوش لا غليسيمي هذيك تطلع بزاف. دونك هادو هما لي برينسيپ تاع لا ريغولاسيون تاعنا. دونك اذا عندكم كيسيون ماذا بيا قبل ما نفوتوا الحاجه خلاف نحكيوا عليهم هنا. Est-ce qu'il y a des questions sur le point de la physiopathologie? Vous voulez résoudre les micros comme ça, normal. Donc la physiologie, nous allons dire que nous allons comprendre. D'accord, très bien. Bon, هادي حكينا ليها في ليطا نورمال، تما ما كانش عندنا ديابيت، ما حكينا ني على ديابيت ني على حاجه خلاف. دركا كي نجيو حنا نحكيو على الديابيت، الديابيت واش هو اون جينيرال؟ هو كي تطلع لا غليسيمي في لو سون، هذا هو الديابيت. تما اي حاجه تطلع لك لا غليسيمي في السون نقدروا نسميوها ديابيت. اها دركا كي يعود عندنا اي ديابيت اللي راح تطلع لنا لا غليسيمي هذيك و اون ميم طون كي تطلع لا غليسيمي ما كانش حاجه تهبطها، الحاجه اللي تهبطها واش هي؟ هو الانسولين. الانسولين هذاك كي اود ما كانش الانسولين هو اللي راح يخبر لي زورغان كامل
يقول لهم باللي راهو كاين الجلوكوز استعملوه. دونك هذه باه نديوها قاعده. دركا كي يعود ما كانش خلاص الانسولين، الانسولين ما كانش خلاص ولا ناقص، واش راح يديروا هادو لي زورغان كامل؟ ما وصلهمش ميساج بلي لو غلوكوز كاين، الوغ كو هو راهو كاين اون كونتيتي سوفيزونت. دونك واش راح يديروا؟ راح يتعاملوا كوم سي ما كانش خلاص لو غلوكوز. دونك واش راح يديروا؟ هو كاين لو غلوكوز بزاف هنا، وهو لو فوا يروح يزيد يدير لنا لا غليكوجينوليز يمد لنا الغلوكوز، ويدير لا نيو غلوكوجيناز يمد لنا الغلوكوز، تيسيو اديبو راح يدير لنا لا ليبوليز ويمد لنا لي اسيد غرا، لي اسيد غرا يخدم بهم لو موسكل، ولو موسكل يزيد يحول هذاك الغليكوجين اللي عنده يمد لنا الغلوكوز. دونك هادشي كامل راح يزيد تما هي ديجا لا غليسيمي طالعه، وهادو راح يزيدوا يطلعوا لا غليسيمي. علاه هادشي كامل؟ باسكو الانسولين ما كانش. دونك هذا هو لو بوين اسونسييل تاع الديابيت. دونك هي كاينه لا غليسيمي ما كانش حاجه تهبطها، و اون ميم طون لي زورغان راحين يزيدوا يمدوا لنا لو غلوكوز. علاه؟ على خاطر هما يحطوا بلي رانا في اون بيريود دو جون، الغليسيمي راهي هابطه، لازم يوفروا لو غلوكوز لو سيرفو لي غلوبول روج. دونك هذا هو لو برينسيپ تاع لو ديابيت. دونك اسكو مفهومه هذه؟ هاد لو بوين تاع الديابيت. ما كانش كيسيون في هاد لو بوين. بون دركا نروحو قبلك بون دوكا نروحو لو كور. بون لو كور تاعكم نورمالمون هذا هو تاع بن محمد. بون بور لانتروداكسيون قالكم في لا ديفينيسيون تاع الديابيت، ما فيها، هي فيها هضره بزاف، مي حنا ما عندنا ما نديرو بها. دونك الحاجه الوحيده اللي لازم نهزوها باللي لو مو ديابيت اللي هو لو مو برك معناتها باسي اترافير، معناتها حاجه فاتت اترافير. دونك هذا هو لا ديفينيسيون تاع لو مو برك. بكري بكري خلاص كيما في ليجيبت باغ اكزومبل، كيف حتى اكتشفوا لو ديابيت هذا لقاو دي مالاد لي قاعدين يشربوا بزاف ويدخلوا لي تواليت بزاف. دونك حبوا يفهموا على واه، اول حاجه كانوا يديروها هي انهم كانوا يدوقوا لي زورين ويلقاهم سكري. دونك هذا هو الشيء اللي خلاهم انهم يكتشفوا الديابيت، ومن بعد ولا كيما الديابيت اللي نعرفوه حنا. دونك ثاني راهو قال لكم هنايا بلي لو ديابيت هو سي اون هايبرغليسيمي كرونيك. دركا هادشي كامل يعني ما عنده حتى حاجه كبيره، راهي جوست الحوايج اللي كنا نحكيو فيهم قبل. بعدا بوغ ليبيديميولوجي، ليبيديميولوجي كيف عندنا دائما كاينه اون بيرسون سور 12 لقاوها مريضه بالديابيت، اي سي انورم بارابور لي مالادي الاخرين. باسكو اون بيرسون من 12 عبد راح نلقاو عبد مريض بالديابيت، راهي ديجا حاجه كبيره. اون بليس الحاجه اللي لازم نعرفوها باللي لو ديابيت اي اون افيكسيون غراف. علاه؟ على خاطر 50 حتى 60% من لي ديابيتيك راح يموتوا بلي كومبليكاسيون كارديوفاسكولير. علاه؟ باسكو الديابيت عنده ديجا دي كومبليكاسيون كرونيك تاعو سور لا سيركولاسيون سانغين. دونك راح يدير لنا دي كومبليكاسيون كارديوفاسكولير اللي بعد نحكيو عليهم في لي كومبليكاسيون كرونيك. الحاجه الثانيه 50% من الناس اللي يقصوا لهم رجليهم سون دي ديابيتيك. دونك ماهيش تروماتيزم ولا، راهم تاع لو بي ديابيتيك. الحاجه الثالثه لا سيسيتي اي دي فوا بلو فريكونت شي لو ديابيتيك. دونك لو ديابيتيك راح يكون عنده ان ريسك دو بلوس بور ديفلوبي اون سيسيتي. دونك هادو الحوايج كامل لازم نهزوهم باسكو سي تري امبورطون سورتو بعد في لي كومبليكاسيون كرونيك. من بعد بور ليتيوباتوجيني دو ديابيت،
حنايا ديجا حكينا على ليتيوباتوجيني دون مانيير جينيرال، دركا هنا راح نحكيو عليها في الديابيت دو تيب 1 اي لو ديابيت دو تيب 2. نبداو بلو ديابيت دو تيب 1. باه نحكيو على لو ديابيت دو تيب 1 اون جينيرال، هو ان ديابيت لي غيس سورتو لي جون، دونك ماهوش راح يغيس الناس الكبار بزاف. هو كاين تقدر نلقاه عند الناس الكبار بصح ماشي بزاف جينيرالمون، سوا دي زونفون ولا دي زادولت جون. الحاجه الثانيه لازم تعرفوا باللي لو ديابيت دو تيب 1 ماناش راح نكتشفوه هكا باغ اكزومبل واحد راح يتقلب نقولوا له كان عندك ديابيت دو تيب 1، نلقاوه سورتو عند واحد صرا له ان ايتا غراف اللي هي سورتو لاسيدوسيتوز ديابيتيك. علاه؟ على خاطر في لو ديابيت دو تيب 1 راح ديريكتومون يمدنا دي سامبتوم، لي سامبتوم تاعو جينيرالمون يكونوا غراف. دركا واش هو هذا لو ديابيت دو تيب 1 اللي من قبل وحنا نحكيو عليه؟ لو ديابيت دو تيب 1 هذا هو لو كور تاعنا اللي هو الجسم تاعنا واش يولي واللي ما يعرفش خلاص هذوك لي سيلول بيتا ما يعرفهمش. دونك هذا هو لو ميكانيزم تاع لوتو ايمونيتي، دونك ليمونيتي تاعنا راح تهاجم هذوك لي سيلول بيتا باسكو ولات ما تعرفهاش. كي تهاجمها راح تبقى تهاجم 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 تهاجم. الخطره الاولى واش راح دير لنا كي تهاجمها الخطره الاولى؟ راح تصرى لنا اون انفلاماسيون تاع لو بانكريا ولات لي سيلول بيتا سورتو لي زيلو دو لونغورونس. هذوك لي سيلول بيتا هذوك واش راح يصرى فيهم؟ راح تصرى فيهم اون انفلاماسيون. هذيك الانفلاماسيون هي اللي نعيطوا لها الانسوليت. الانسوليت هي ماهيش مونسيوني هنايا في لو كور تاعكم بصح راهم تلقاوها مونسيوني سوا في لي زوفراج ولا في لي كونترول ولا. الحاجه الثانيه راح تبقى جونغ ا شاك فوا راح ليمونيتي تفسد هذوك لي سيلول بيتا تفسد 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 وقتها راح يبانو عندنا لي سامبتوم حتى يروحوا 90% من لي سيلول بيتا يولي ما كانش. دونك الانسولين راح يولي اون كونتيتي صغيره خلاص. لهنا راح يبانو عندنا لي سامبتوم ومن بعد راح تكمل ليمونيتي تاعنا تفسد هذوك لي سيلول بيتا حتى يولي وما كانش خلاص عندنا دي سيلول بيتا ويولي الانسولين ما كانش خلاص. دونك هذه هي لا كارونس ابسولو اون انسولين. دونك هنا واش قال لك؟ قال لك لو ديابيت دو تيب 1 اي دو ا اون ديستروكسيون ايريفيرسيبل دي سيلول بيتا دو بانكريا. دونك راهي ايريفيرسيبل دونك ما نقدروش نعاودو نرجعو هذوك لي سيلول بار دي فينومين اوتو ايما، معناتها راح دير لنا دي زونتيكور انتي سيلول بيتا sous l'effet de facteurs méconnus, soit environnementaux, virus toxiques, protéines de lait de vache ou là le stress. Je pense d'obhado les facteurs méconnus hado. Maintenant, hadak le sujet, quand déjà ando une prédisposition bah il développe diabète de type 1. بصح ماشي هكاك برك عنده prédisposition مرض بالديابيت de type 1. لازم تجي واحدة من les facteurs hado. Soit environnementaux, soit par exemple une infection virale, ou surtout la COVID-19. Ou qui est mort de la COVID-19, ou a déjà une prédisposition à dire le diabète de type 1, qui est mort de le virus, va développer le diabète de type 1. Agissant sur un terrain génétique prédisposé. Voilà, il y a les chiens qu'on a dit, la prédisposition. Il y a les facteurs méconnus, donc, il me donne le diabète de type 1. Donc maintenant pour la génétique du diabète de type 1. Le diabète de type 1 est considéré comme une maladie complexe. Elle est complexe parce que le diabète de type 1 a malgré ando une génétique tao معناتها كاين des gènes li كي نشوفوهم نعرفو بلي هاد لا بيرسون هادي راهي بريديسبوزي باش تمرض بالديابيت دو تيب 1. بصح كي نروحو نشوفو باغ اكزومبل الاب عنده ان ديابيت دو تيب 1 الطفل تاعو نلقاه جينيرالمون ما عندوش ديابيت دو تيب 1 ou la même, surtout où il y a les jumeaux monozygotes. Les jumeaux monozygotes, normalement, qui contiennent la prédisposition génétique, normalement, ils ont les mêmes gènes presque. Donc, normalement, je n'ai pas le cas, je n'ai pas le diabète de type 1. Mais il y a la concordance entre eux est de 40%. C'est 40% la concordance entre les jumeaux monozygotes. C'est la génétique, mais c'est très importante. Par rapport à l'hwaj l'okhrin ki nqolou maladie génétique normalement tkoun concordance à 80 ou à 90%. Bsah hna mahich concordante à 100%. Donc hadi hiya l'haja li lazem t3arfouha hna, tma ma nqedrouch nqolou bli le diabète de type 1 rahou une maladie génétique. Mahich maladie génétique bsah ndha une prédisposition. L'haja tanya li lazem t3arfouha bli kayn f les molécules HLA kayn des gènes li homa les DR et les DQ hado homa li rahin yikhliwna prédisposé au diabète de type 1.
تسمى كاين لقى واحد اللي عنده الاشاله دي ار و دي كي سورتو هذا اللي حكاو لكم عليه هنايا عنده لو ريسك لو بلوز ايلفي بور لو ديابيت دو تيب 1 كاين اللي قام عنده هذه معناتها راهو بري ديسبوزي بار ان ريسك بلوز ايلفي وكاين او ميم طون كاين ان جينوتيب اشاله لي يمد لنا اون بروتيكسيون كونتر سو ديابيت دونك كاين واحد يمد لنا اون بري ديسبوزيسيون واحد يمد لنا اون بروتيكسيون دونك هذه هي الحاجه اللي لازم نعرفوها في لا جينيتيك الحاجه اللي لازم نركزوا عليها سي كو لو ديابيت دو تيب 1 ماهوش اون مالادي جينيتيك 100% الحاجه الثانيه عندنا ليمينوباثولوجي دو ديابيت دو تيب 1 كوم سي اون مالادي اوتو ايمون كيما قلنا باسكو سي لوتو ايمونيتي هي اللي درتنا هذا البروبليم كامل دونك ليمينوباثولوجي تاعو راح نلقاو بلي سي اون ريبونس هومورال علاه باسكو كاين دي زونتيكور لي زونتيكور هادو راح يكونوا هما دي زونتيكور بزاف مي لي بلوز امبورطون هما لي زونتيكور اونتي غاد لي هو لو غلوتاميك اسيد دي كاربوكسيلاز كاين لي زونتي اي ا 2 اي لي زونتي انسولين دونك هادو راح يمدلنا لو كور تاعنا راح يهاجم لو غلوتاميك اسيد دي كاربوكسيلاز يهاجم الاي ا 2 هادي سي اون كيناز فوسفوريلاز نورمالمون الاي ا 2 هادي وكاين كونتر الانسولين دونك هادو هما لي زونتيكور اللي كاينين برينسيبالمون وكاين دي زونتيكور راح يتخلف بصح اون كونتيتي صغار برك دونك لازم نحكيو على كل واحد وحده من هاد لي زونتيكور بور لي زونتيكور اونتي غات ils sont positifs dans 85% des cas de diabète de type 1 دونك راح نلقاهم بريسك دائما في لو ديابيت دو تيب 1 قادر نلقاهم قبل ما نعرفوا لو ديابيت وقادر نلقاهم ورا ما نعرفوا لو ديابيت تما علاه قبل ما نعرفوا لو ديابيت باسكو قادر واحد هكا نديروا له لو تيست لي زونتيكور نلقاو عنده دي زونتيكور اونتي غاد واش نقولوا نقولوا بلي هاد لا بيرسون هادي راهي مع الوقت رايحه ديفلوبي ان ديابيت دو تيب 1 كي ديفلوبي هذاك لو ديابيت دو تيب 1 لهنا بالك لا كيسيون كي سو بوز في راسكم دركا كي عندنا عندنا هادو لي زونتيغاد لي نقدروا نديرو بهم ديبيستاج قبل ما يبان ديابيت دو تيب 1 على حتى ما نديروش ديبيستاج تاع ديابيت دو تيب 1 وهي كيسيون نورمال ولوجيك علاه بصح ما نديروش ديبيستاج حنا تاع ديابيت دو تيب 1 باسكو ما عندناش حاجه ما عندناش الدواء نمدو باه نخليو هذاك ديابيت دو تيب 1 ما يصراش دونك حنا عندنا نقدروا نديروا ديبيستاج نعرفوا بلي هاد لا بيرسون راهي بري ديسبوزي للديابيت بصح ما عندنا ما نديروا لها تما رايحه تمرض بالديابيت دو تيب 1 باسكو ما عندنا حتى تريتمون الحاجه الثانيه ابري ما نعرفوا بلي هاد لا بيرسون راهي ديابيتيك دو تيب 1 ونروحوا نديروا لها لو تيست لي زونتيكور واش نلقاو نلقاو دي زونتيكور اونتي غاد لهنا واش لانتيغي تاعها لانتيغي تاعها سورتو باه نعرفوا اسكو سي ان ديابيت دو تيب 1 ولا ديابيت دو تيب 2 الحاجه الثانيه نلقاوها سورتو نستعملوها في لو ديابيت دو تيب لادا اللي هو لو ديابيت الاوتو ايمون لاتون واش معناتها هذا راح هو كيما ديابيت دو تيب 1 حنا واش قلنا ديابيت دو تيب 1 راح ديريكتومون يمدنا دي سامبتوم لي سامبتوم تاعو تري غراف مي في هذا لو لادا هذا راح يكونوا لي سامبتوم تاعو يمشيو بشويه 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 حتى يمدنا ديابيت دو تيب 1 تاع الصح تما هذا اللادا راهو لاطون برك كيما ديابيت دو تيب 1 بصح لاطون الحاجه الثانيه سي لي زونتيكور اونتي اي ا 2 ils sont moins fréquents dans le diabète je sais pas où ça je sais pas où ça راه حتى خرجت مي بون جو سي با لحتى خرجت دونك راح نكملو منين حبسنا بون وصلنا
وصنف لي زوت انتيكور انتي اي ا 2 قلنا ils sont moins fréquents dans le diabète de type 1 environ 50% au diagnostic donc ماهمش كيما لي زونتي كاد هادو لي هنايا ils sont d'autant plus fréquents que le sujet est jeune donc كل ما يكون le sujet jeune كل ما راح نلقاو لو طو تاع لي زونتيكور انتي اي ا 2 طالع En plus, il persiste moins longtemps que les anticad après le diagnostic du diabète. Ma واحد لقينا مريض le diabète de type 1. بعد كي نديرو له le test تاع les anticorps, هادوك les anticorps anticad par exemple راح يقعدوا له عامين بصح les anti IA2 راح يقعدوا par exemple 6 mois. Donc هادي هي واش يقصدوا بها. La prévalence des anticorps anti-insuline est un peu plus faible pour les GAD. Pour les anti-insulines, ils sont très faibles yani, par rapport à l'ochrane, soit environ 50%. Surtout, les anti-insulines qui ont l'âge moins de 15 ans. Après l'âge de 15 ans, ils sont plus rares. Donc, l'immunopathologie, c'est le diabète de type 1. Il y a des anticorps qui ont plusieurs antigènes. Qui font partie de notre corps, les romains surtout, les anticorps anti-GAD, les anticorps anti-IA2 et les anticorps anti-insuline. Les romains les plus importants. Mbad, qui marque une affluence, nous avons les des facteurs, les rachines, et maintenant le diabète de type 1 chez un sujet déjà prédisposé génétiquement. Les facteurs environnementaux, qui marque une affluence, la concordance imparfaite du diabète de type 1 au sein des paires de jumeaux monozygotes suggère fortement que certains facteurs peuvent interférer avec le patrimoine génétique. Alors, parce que deux jumeaux monozygotes, qui normalement ont la même prédisposition génétique, ils ont une prédisposition génétique qui est à l'autre. C'est logique. كاين دي فاكتور راح يتخلف راح يدخلوا باه يخليو واحد من لي جومو يتقاس والاخر ما يتقاسش دونك هذه هي لو برينسيپ اللي كاين دونك عندنا بور لي فاكتور انفيرونمونتو كيما اللي حكينا عليهم قبل changement de la sensibilité à l'insuline liée à l'épidémie d'obésité l'amélioration des conditions d'hygiène altérant l'éducation du système immunitaire Alors, par exemple, le système immunitaire tana qui est par exemple le واحد في الصغر تاعو والديه يحميوه بزاف donc le système immunitaire تاعو مش راح يتعرف على كلش donc من بعد كي راح يديفلوبي روحو راح يولي يشوف هذوك لي سيلول بيتا يشوفهم بلي هما تاني راهم اترونجي على لو كور donc راح يهاجمهم présence de virus diabétogène dans l'environnement كيما قلنا لو كات la COVID-19 Donc, je vais voir la question bulk. C'est un sujet prédisposé génétiquement. Il y a des anticorps contre les antigènes tels HLA. Non. Bon, l'HLA, il y a les gènes qui nous donnent la prédisposition. C'est un qui nous donne les gènes tels HLA. Qui nous trouve, on dit que la personne a le diabète de type 1. Elle a une prédisposition, le diabète de type 1. ومن بعد ليميونيتي تاع هذاك الشخص هذاك اللي عنده اون بريديسبوزيسيون واش راح دير جيها باغ اكزومبل فيروس ولا كاش حاجه ليميونيتي واش رايحه دير رايحه تكري دي زونتيكور انتي سيلول بيتا تاع لو بانكريا دونك لي سيلول برودكتريس دو لانسولين سوا كونتر لي سيلول برودكتريس دو لانسولين ولا لي كونستيتيون تاعها كيما قلنا لي glutamic acide décarboxylase ou la IA2 ou la l'insuline. Donc elle a maintenant des anticorps contre donc les حاجه تدخل في la production de l'insuline, ماشي contre le HLA. Le HLA c'est maintenant la prédisposition. J'espère que فهم le point هذا. Est-ce que une comme question par rapport à l'étiopathogénie du diabète de type 1? Est-ce qu'il y a une question? Donc normalement, on peut une photo. On a le diabète de type 2. Pour le diabète de type 2, nous avons le diabète de type 1. On a les enfants, les jeunes. يجي ديريكتومون يمدنا دي سيمبتوم غراف بصح
كي نجيو للديابيت دو تيب 2 واش نلقاوه؟ نلقاوه يقيس الناس الكبار في العمر ما يمدلهمش خلاص دي سيمبتوم، دونك راحين جينيرالمون نلقاوه فوق تويتمون، واحد يروح يتقلب يلقى عنده ديابيت دو تيب 2. دونك هذا هو الاختلاف اللي كاين بين ديابيت دو تيب 1 وديابيت دو تيب 2. دونك بور ليتيوباتوجيني تاع لو ديابيت دو تيب 2، حنا في قبيل في الديابيت تاع تيب 1 واش قلنا بلي كاين دي زونتيكور اللي راحين يفسدوا لا برودكسيون تاع الانسولين، يولي ما كانش الانسولين، دونك اون كارونس ابسولو تاع الانسولين. في الديابيت دو تيب 2 واش راحين نلقاو؟ راحين نلقاو بلي كاين اون كارونس تاع الانسولين، بصح ماهيش ابسولو، راهي غولاتيف برك، معناتها كاينه اون كونتيتي دانسولين، يعني تكون سوفيزونت باه يخدم بها لو كور. الحاجه الثانيه واش كاين لانسولينو ريزيستونس. واش معناتها لانسولينو ريزيستونس؟ هذه معناتها الانسولين راهو كاين اون كونتيتي نورمال، تما يقدر يخدم عادي، بصح ما يلصقش مع لي ريسبتور تاعو اللي كاينين في لي زورغان اللي هما لو فوا لو تيسو اديبو اي لو موسكل. دونك هذه هي لانسولينو ريزيستونس. من بعد باه نفهموا على حتى يصرى ديابيت دو تيب 2، هذا حنا قلنا بلي كاين لانسولينو ريزيستونس وكاين لانسولينو كارونس غولاتيف. كاين ان سوجي بري ديسبوزي جينيتيكمون كيف كيف. دونك في ديابيت دو تيب 2 كاينه اون بري ديسبوزيسيون جينيتيك، كي تعود هاد لا بيرسون بري ديسبوزي جينيتيكمون وعندها اون انسولينو ريزيستونس، تما الانسولين كاين بصح ماهوش قادر يخدم نورمال، واش راح يصرى؟ ما لو بانكريا هي في الحاجه النورمال، كي يلقى الانسولين ما يخدمش خدمته نورمالمون واش يدير؟ يطلع لا كونتيتي دانسولين، تما البانكريا يزيد لا كونتيتي دانسولين اللي يمدها، باه الانسولين هذا كي يعود اون كونتيتي انورم راح يخدم خدمته نورمال وتروح الانسولينو ريزيستونس. هذه في ليطا نورمال عند سوجي ما عندوش بري ديسبوزيسيون جينيتيك تاع ديابيت دو تيب 2. بصح في الديابيت دو تيب 2 كي تعود هذيك لا بيرسون بري ديسبوزي وعندها اون انسولينو ريزيستونس، الانسولين واش قادر يخدم في الخدمه تاعو، البنكرياس تاعها ما يقدرش يزيد لا كونتيتي تاع الانسولين، اي سي سا لو مو تاع الانسولينو كارونس اللي نلقاوها. دونك راهو نحكاو لكم عليها ديجا هنايا شي دي سوجي سون بري ديسبوزيسيون جينيتيك ا ان ديابيت دو تيب 2، لوغمونطاسيون دي بيزوان اون انسولين اللي هي الانسولينو ريزيستونس كي ريزولت دو الانسولينو ريزيستونس فوالا، est compensée par une insulinosécrétion accrue, ce qui permet de garder une glycémie normale. Donc, qui est une personne normale, elle a dit la quantité de l'insuline, ou l'insuline a fait une insuline normale malgré l'insuline en résistance, ou il y a la glycémie normale. Mais ça, une personne prédisposée génétiquement, elle peut faire la quantité d'insuline, donc la personne a dit qu'elle a fait la glycémie normale malgré l'insuline qu'elle a. دونك هذه هي في الديابيت دو تيب 2. عندها دي فاكتور جينيتيك، لي فاكتور جينيتيك تاعها لهنا نلقاو شتو قبيل في الديابيت تاع تيب 1 واش قلنا لي جومو مونوزيغوت ما عندهمش لا ميم بريديسبوزيسيون جينيتيك، بصح لهنا في الديابيت دو تيب 2 راح نلقاو لا كونكوردونس بين لي جومو مونوزيغوت كبيره بزاف، معناتها هذيك لا بريديسبوزيسيون جينيتيك راهي كاينه صح. تسمى كي نلقى واحد عنده باباه باغ اكزومبل مريض بالديابيت دو تيب 2 هو عنده ان ريسك باه يمرض بالديابيت دو تيب 2، عنده ان ريسك كبير تاني. دونك بور لانومالي دو لانسولينو سيكريسيون، لي انومالي دو لانسولينو سيكريسيون عندكم ايل سون اوبزيرفي و ايل سون مولتيبل تاني. بون لا بيرت دو كاركتر بولساتيل دو لا سيكريسيون بازال، واش معناتها هادي؟ معناتها كون باغ اكزومبل واحد حنا نورمالمون عندنا لا سيكريسيون بازال هذيك تاع الانسولين اللي حكينا عليها قبيل، وكي ناكلو نورمالمون لو كور تاعنا يزيد الانسولين باه لو غلوكوز هذاك اللي جاي من لاليمونطاسيون يهبط. دونك لهنا نلقاو اون بيرت دو كاركتر بولساتيل، لو كور تاعنا ما يرياجيش بهذيك لا بولساتيليتي هذيك. الحاجه الثانيه بيرت دو بيك بريكوس اندوي بار لادمينستراسيون انترافينوس دو غلوكوز، كيف كيف لو ميم برينسيپ. Une insulinopénie basale et prandiale après charge en glucose, donc la quantité d'insuline en rénaxa bzef, sécrétion excessive de prohormones, donc l'insuline, mais les prohormones, donc les matières principales, l'insuline, réduction progressive de l'insulinosécrétion avec le temps, dont les mécanismes aggravants sont la glucotoxicité et la lipotoxicité. لهنا لازم تعرفوا لا غلوكوتوكسيسيتي و ليبوتوكسيسيتي هادو واش هما.
دونك حنا واش قلنا بلي كاينه اون انسولينو ريزيستونس. الانسولين كاين بصح ماهوش قادر يخدم في خدمته. دونك لا غليسيمي راح تبقى طالعه. لا غليسيمي هذيك كي تبقى طالعه واش رايحه دير؟ لا غليسيمي رايحه تفسد لو بونكرياس. دونك الغليسيمي كي تعود طالعه رايحه تروح لو بونكرياس وتزيد هي تاني تزيد عليه، تما رايحه تزيد تفسده. هذا هو لو مو تاع غلوكو توكسيسيتي، تما الغلوكوز راح يكون توكسيك بور لو بونكرياس. بور لا ليبوتوكسيسيتي، لا ليبوتوكسيسيتي حنا قلنا كي يكون ما كانش الانسولين لو تيسيو اديبو واش راح يدير؟ يدير لنا لا ليبوليز. لا ليبوليز واش راح تطلق؟ تطلق لي زاسيد غرا. لي زاسيد غرا هذوك كيف راحين يكونوا؟ راحين يكونوا هما تاني توكسيك بور لو بونكرياس. دونك هذا هو لو برينسيپ تاع الجلوكوتوكسيسيتي والليبوتوكسيسيتي. كي يعود الجلوكوز طالع لي زاسيد غرا طالعين في زوج مع بعضهم راحين يروحوا للانسولين يديروا له ان توكسيسيتي، يروحوا للبنكرياس بلوتو لو بنكرياس يديروا له ان توكسيسيتي، البنكرياس يولي ما يخدمش الانسولين دونك تولي عندنا اون انسولينو كارونس. دونك هذه هي لو برينسيپ. دركا اوريجين دي زالتيراسيون سيلولار اي دو ديفيسيت دو لانسولين اون سيكريسيون كيف كنا نحكيو عليه. Les anomalies de l'action de l'insuline ou insulino-résistance. Pour l'insulino-résistance, les comme tu as le fait, genre surtout l'obésité. Parce que les acides gras, donc, les mécanismes mazalou, très bien, mais les acides gras, donc, ils de la liaison bien l'insuline ou les récepteurs tao au niveau du foie, du tissu adipeux et des muscles. Donc, l'insuline ne sera pas donc, il y a l'insulino-résistance. Est-ce que l'hna rahim fouma la physiopathologie ta le diabète de type 2? Est-ce qu'il y a quelque des questions? Ok, bon, je passe. Bon, là, on a recommandé le mot de l'hypotoxicité qu'on a parlé déjà en début. Dans le cas pour le diagnostic positif du diabète, maintenant les circonstances diagnostiques. Le diabète peut être découvert soit à l'occasion de signes cardinaux, donc nous avons les signes cardinaux chez Roma, lors de complications ou bien fortuitement. Donc, soit maintenant des symptômes. سواء راح نفقوا لهم لي كومبليكاسيون تاعو ولا راح نكتشفوا صدفة. الحاجة الأولى لي سيني فونكسيونيل كاردينو، دونك باه نمدهم لكم ماشي كيما هنايا، نمدهم لكم بالترتيب كيف راح يصرى هاد الميكانيزم تاع لي سيني كاردينو ولا لو سيندروم كاردينال. الحاجة الأولى حنا قلنا بلي كاينة اون هيبرغليسيمي، هادي مفهومة. اون هيبرغليسيمي، ليبرغليسيمي هاديك الحاجة الأولى راح تمدها لنا، راح تمدنا اون غليكوزيوري، une glycosurie. Maintenant, le glucose il est dans les urines. Elle a خاطر le rein كيفاه يخدم. Le rein عنده كي تعود la glycémie قل على 1.8 ما يطلقش le glucose في les urines. هذا principe تاع le rein. Donc قل من الغليسيمي قل على 1.8 ما يطلقش le glucose dans les urines. بصح تفوت la glycémie 1.8 واش يولي يدير؟ يخرج هذاك ليكسي تاع الجلوكوز يخرجو في لي زورين. دونك حنا كي نديرو لي بوندلات اورينير راح نلقاو جلوكوز دون لي زورين. هادي سي لا جلوكوزوري. لا جلوكوزوري هادي كي قلنا الجلوكوز يخرج دون لي زورين، الجلوكوز عنده اون بريسيون اوزموتيك انورم، تما كي يخرج الجلوكوز لازم يخرج معاه الماء. هذا برينسيپ. دونك كي يخرج الجلوكوز يخرج معاه الماء، ملي كانت عندنا جلوكوزوري واش تولي عندنا؟ تولي عندنا اون بوليوري، سي لا ديوريز اوزموتيك، تما راح يولي عندنا كاين الماء بزاف في لي زورين. هادي مفهومه. من بعد كي حنا راح تولي عندنا اون بوليوري، دونك الماء اللي في الجسم تاعنا كامل راح يروح في لي زورين، واش راح تصرانا؟ تصرانا اون ديزيدغاتاسيون. هادي حاجه لوجيك. كي تصرانا حنا لا ديزيدغاتاسيون، لو كور تاعنا كيف راح يحوس يعوضها؟ يعوضها بلا سواف انتونس، دونك نوليو نعطشو بزاف. كي نوليو نعطشو بزاف سي لا بوليديبسي، دونك تبدا جلوكوزوري، polyurie, déshydratation, polydipsie. بعد من لا بوليديبسي هذيك، لا بوليديبسي راح نوليو نشربو بزاف الماء،
ومن بعد عندنا تاني لاميغريسمون. لاميغريسمون الحاجه الاولى رانا نديزيدراتين، تسمى لا كونتيتي تاع الماء نقصت من لو بوا تاعنا، لهنا راح يصرى لنا اميغريسمون. الحاجه الثانيه تاني لازمكم تعرفوا بلي لي موسكل راهم قاعدين يخدموا كوم سي ما عندهمش خلاص الجلوكوز، دونك راحين يخدموا بالجلوكوز اللي عندهم، يخلص لهم الجلوكوز يخدموا بلي زاسيد غرا. تيسو اديبو قاعد ينحي في لاغريس، دونك يصرى لا ميغريسمون. و او ميم طون تاني لي موسكل واش قاعدين يديروا، كيخلصوا لهم الجلوكوز اللي كانوا مدايرينو سو فورم دو جليكوجين، ويخلصوا لهم لي زاسيد غرا. واش يديروا؟ يخدموا بلي بروتيين، دونك لهنا راح يصرى اميغريسمون. وعندنا لاستيني، لا حتى لاستيني باسكو لو كور تاعنا ماهوش قاعد يخدم بلو جلوكوز، لا كونتيتي تاع لا تي بي اللي عنده دونك تاع لينيرجي ما كانش، دونك راح يحس بلاستيني. دونك هذا هو واش فيه السيندروم كاردينال. اسكو مفهوم حتى هنايا؟ راهو مفهوم السيندروم كاردينال. وي تفضلي ولا تفضل، جو سي با اسكو Quelle est la question? Ok, donc on commence. Tu as beau te poser, tu as posé la question, tu as compris la. Tu as la page, n'y fait tête. Ok, malish. Bon. Nous commençons là. Drna en cas de si le syndrome cardinal. Le syndrome cardinal ou كثر راح نلقاوه، نلقاوه سورتو في الديابيت دو تيب 1. علاه؟ باسكو الديابيت دو تيب 1 راح يكون سيمبتوماتيك، هذه مفهومه. كي يعود في الديابيت دو تيب 2 ماناش راح نلقاو سيندروم كاردينال، يعني باين خلاص. راح نلقاوه ساعات عنده بوليوري، ساعات عنده بوليزيبسي، ماهيش دايما. بصح في الديابيت دو تيب 1 نشوفو سيندروم كاردينال نت. في لا ديكوفيرت فورتويت نلقاوها سورتو في الديابيت دو تيب 2، تما حتى نلقاو روحنا اكتشفناه. Bon, le diabète est découvert à l'occasion d'un bilan biologique. Donc, on dit la glycémie ou là, dans le diabète de type 2, ou là, réalisé dans le cadre du dépistage, surtout entre les personnes à risque, les endomes l'obésité ou là, les parents diabétiques. De la surveillance d'une grossesse. La grossesse, les endomes surveillent parce qu'il y a un diabète gestationnel. Ou là, d'un traitement diabétogène, qui m'a par exemple, il y a une hormone hyperglycémiante. كيما لو كورتيزول، نقولوها واحد قاعد يشرف لي كورتيكويد، لي كورتيكويد فيهم لو كورتيزول، دونك هادوك لي كورتيكويد راح يطلعوا لنا لا غليسيمي. دونك هادي هي التريتمون ديابيتوجين، تما التريتمون اللي راح يساعد باه يطلع لا غليسيمي. ولا ان بيلون بري اوبيراتوار، دونك هادو نلقاهم سورتو في ديابيت دو تيب 1، ملي راح يتقلب على حاجه يلقى عنده ديابيت دو تيب 2 بلوتو. بون ا لوكازيون دون كومبليكاسيون، قلنا نقدروا نكتشفوه تاني في لي كومبليكاسيون. لي كومبليكاسيون شو هما؟ قادر تكون كوما، لاسيدوسيتوز، والكوما هايبر اوسمولار. هادو نلقاهم سورتو في الديابيت دو تيب 1، تما واحد صرالو كوما نلقاو عنده اسيدوسيتوز ولا كوما هايبر اوسمولار، ونلقاوه بلي راهو عنده ديابيت دو تيب 1 وما كانش على بالو. الحاجه الثانيه اون كومبليكاسيون نون سبيسيفيك، دونك ماهيش تاع الديابيت، سوا لي انفيكسيون ريسيديفونت. علاه؟ باسكو لازمكم تعرفوا بلي الديابيت راح ينقص من ليمونيتي تاعنا، دونك راح يوليو عندنا دي انفيكسيون ريسيديفونت. الحاجه الثانيه سي لي كونغرين، سورتو لو بي ديابيتيك، ليبرتونسيون ارتيريال باسكو كاينه لا ماكرو انجيوباتي اللي نحكيو عليها من بعد في لي كومبليكاسيون كرونيك، اكسيدون فاسكولار سيريبرال اللي هما لي افي سي كيف كيف تاع لا ماكرو انجيوباتي. Il y a des complications spécifiques. Les complications spécifiques, c'est surtout la rétinopathie diabétique ou là les protéinuries ou là la neuropathie diabétique. Il y a le diabète essentiellement, la rétinopathie, une rhénopathie ou une neuropathie diabétique. Donc, c'est vraiment les points essentiels. Donc, c'est pour le diagnostic clinique. دركا بور لو دياغنوستيك دو سيرتيتود، لو دياغنوستيك دو سيرتيتود تاع لو ديابيت عندنا ماهوش غير الديابيت، عندنا لو ديابيت، عندنا لانتوليرونس غلوكوزي، وعندنا ليبرغليسيمي موديري اجون. تسمى كاين ثلاث حالات اللي تكون فيهم كاينه اون هيبرغليسيمي ولا اون انتوليرونس غلوسيديك. كيفاه هادي؟ معناتها كاين اون بيرسون اللي نقدروا نقولوا عليها راهي ديابيتيك،
وكاين بيرسون اللي عندها ماهيش ديابيتيك بصح عندها انتوليرونس غلوكوزي، وكاين بيرسون ما عندهاش ديابيت بصح عندها اون هيبرغليسيمي موديري اجان. هادو كامل دوك نحكيو عليهم. دونك نبداو بور لو ديابيت سوكري. لو دياغنوستيك تاع لو ديابيت سوكري اي بوزي دوفون 4 سيتوياسيون، تما عندنا 4 حالات اللي نقدروا نديروا بهم دياغنوستيك دو سيرتيتود تاع الديابيت سوكري. Donc, il y a une remarque back pour le diabète. Alors, on le sucré parce que il y a d'autres diabètes qui ont par exemple diabète insipide, mais c'est le même mécanisme. Donc, il y a le diabète sucré. Donc, pour le premier cas, on a les signes cliniques évocateurs de diabète sucré, soit le syndrome cardinal ou la découverte fortuite ou les complications, plus une glycémie supérieur ou égal à 2 grammes par litre, quel que soit le moment de la journée où le dosage est réalisé. Par exemple, ma chilazm ikon saim, ma chilazm ikon sbah ou la lajia, ma fi ay moment de la journée qu'on qais ou la glycémie ta'o, gawa supérieur à 2 grammes par litre. Donc, symptôme plus glycémie en n'importe quelle heure, supérieur à 2 grammes par litre ou la égal à 2 grammes par litre, lehna n'akdron smiou bli ando diabète sucré. La haja tania, c'est la glycémie agent, qui est une glycémie agent supérieure ou égale à 1,26 grammes par litre à deux dosages successifs. Par exemple, on dit le glycémie agent, on dit que le glycémie supérieur à 1,26, on dit diabétique. Non, mais c'est ça. L'ion, par exemple, on dit le glycémie agent supérieur ou égale à 1,26. Redoua, zidoun aoudoulou, une glycémie agent, lazim nilgawa supérieure ou égale à 1,26, bengoulou, c'est un diabétique. Donc, hadi, lazim ta'arfouha. Ou lazim, le jeûne, ykoun au moins 8 heures, tsma indouk, tsar min tsin soya, min l'ikla. L'haja telta, une glycémie à la deuxième heure d'une HGPO, réalisé avec 75 grammes de glucose supérieur ou égal à 2 grammes par litre. هذه لو كان هذا واش هي لاش جي بي يو يمدوا لهم سيروم غلوكوزي دونك السيروم اللي فيه لو غلوكوز يمدوا لهم يشربوا منه من كونتيتي باينه ومن بعد يقيسوا لهم السعر يقيسوا لهم قبل ما يشربوه اجان ومن بعد يقيسوا لهم ساعه ورا ما يشربوه ويزيدوا لهم ساعتين ورا ما يشربوه. Donc, l'hna, l'azm glycémie, la deuxième heure, qui reste selon la deuxième heure, l'azm compte supérieur ou égal à 2 grammes par litre. Ben, n'a pas de l'angololi, c'est un diabétique. Fil quatrième cas, l'hna, qui hadou fit l'hna, les trois cas hadou, mais il s'en fout, ou l'alga, ou l'alga, m'andnash, résultat, c'est un diabète sucré. Nous allons dire le quatrième cas. Le quatrième cas, je n'ai pas de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée supérieur ou égal à 6,5. Où est-ce que c'est l'hémoglobine glyquée? Nous avons le glucose bzaf, le sang, nous avons des dépôts. Les dépôts, donc des dépôts bzaf, les dépôts sont déposés à l'hémoglobine. L'hémoglobine, هو الهيموغلوبين غليكي. الهيموغلوبين غليكي هو في الحاله النورمال نورمالمون يكون قل على 6.5 بصح عند ديابيتيك راح نلقاو سوبيريور او ايغال ا 6.5. راهو قال لك هنايا سو دوزاج دوات اتر ريبيتي بور كونفيرماسيون ان كا دابسونس دو لان دي كريتير بريسيدون. دونك لهنا ماشي نقيسو خطره واحده ونقولو راهو ديابيتيك لازم نبقاو نعاودو في لي دوزاج هادو. دونك الحاجه اللي لازم تاني تعرفوها باللي le dosage تاع لا غليسيمي هذاك ماشي نروحو هذيك تاع لا غليسيمي كابيلار ماشي هذيك تاع يتشكو في صبعو ويقيسوا له لا غليسيمي. لازم ينحيوا له الدم تما لا غليسيمي فينوس هي اللي نلقاو فيها هذوك لي ريزولطا تما لي ريزولطا اللي حكينا عليهم هنا فوالا هنايا هادو كامل لازم يكون لو سون فينو ماشي لو سون كابيلار هذاك اللي نخرجوه بالبرا. Donc, est-ce qu'il y a des questions à tenir? Des questions par rapport à la partie? Bon, donc, il y a une question à la boîte de discussion. Bon,
لهنا قال لكم بور لانتوليرونس غلوكوز، هاد لي ديتاي هادو ما عندكم ديروا بهم يعني كو سوسوا بور لو كونترول ولا من بعد. بور لانتوليرونس غلوكوز عندنا قلنا قبيل بلي كاين لو ديابيت، لو ديابيت قداه لازم تكون لا غليسيمي اجون لازم تكون سوبيريور او ايغال ا 1.26. لهنا في لانتوليرونس غلوكوز لا غليسيمي اجون ايت انفيريور ا 1.26، تما هذا ماهوش ديابيت سكري. بلس la glycémie 2 heures après l'HGPO. حنا قلنا قبل في الديابيت قداه لا غليسيمي 2 heures après l'HGPO لازم تكون سوبيريور او ايغال ا 2 غرام بار لتر. لهنا في الانتوليرونس تكون 1.4 à 1.99. تما لهنا لا غليسيمي تاعو ماهيش نورمال بصح ماهيش واصله لتاع ديابيتيك، تما ماهوش ديابيتيك بصح لا غليسيمي تاعو ماهيش نورمال. لهنا هادو لي كريتير سون ا ابروندر باسكو يسقسيوكم عليهم بزاف. Pour l'hyperglycémie modérée à jeun, la glycémie à jeun est comprise entre 1 et 1,25. Donc, elle a dit, l'azimut qu'on supérieur à 1 ou inférieur à 1,25. Parce que quand faute, le 1,25, il y a le diabète. Plus glycémie à la deuxième heure d'une HGPO inférieur à 1,4. Donc, elle a dit, c'est ça. Les numéros hadou. Parce que le seuil, tiens, 1,26, correspond au seuil d'apparition de complications spécifiques du diabète, il y a surtout la rétinopathie. Ou cherche d'obéir à dire, on a la glycémie qui te faute 1,26, ou tu mets directement à la rétine, ou tu mets une rétinopathie. Elle a dit, c'est une personne diabétique, mais 1,26. Ou celui de 1 gramme, les hiya, l'hyperglycémie modérée, elle a fait 1 gramme, elle a à partir de 1 gramme par litre, rahib tibda l'apparition des complications macro-angiopathiques. Ou chia homa les complications macro-angiopathiques, on a par exemple l'HTA, genre les avomies, hadouk kamel. Donc, les vaisseaux l'kbar, les complications, les guisseaux, les vaisseaux l'kbar. À noter que ces troubles de la tolérance glucosée sont des situations de prédiabète. Donc, l'intolérance glucosée ou l'hyperglycémie modérée, à jeun, nous avons des états de prédiabète. Donc, ida, nous avons une photo qui nous donne un diabète proprement dit. Nous avons les deux cas et confirmons l'HbA1c, l'hémoglobine glycée, qui est entre 5,7 et 6,4. Donc, on est d'accord. Ces situations exposent au risque de développement ultérieur de diabète sucré, d'où le programme de prévention qui doit être mené dès ce stade précoce de la maladie. Qui m'a dit, ida, madkhalnach fi hadh lhalat fizouj, rahini mdouna un diabète sucré, proprement dit. Dans le cas pour la classification des états diabétiques, hna ya qulna bli kayn bzaf l'anwa' ta diabète, minhom li ma'roufin bzaf c'est le diabète de type 1 ou diabète de type 2, bsah mahomch hadou homa les seuls. Les seuls types de diabète. Bon, le tableau c'est le même que chez les titres. Pour le diabète de type 1, la destruction des cellules bêta du pancréas, donc diabète de type 1 auto-immun ou qu'un diabète de type 1 idiopathique. Bon. لهنا قال لك لو ديابيت دو تيب 1 اوتو ايمون هو اللي كنا نحكيو عليه قبيل، هذاك اوتو ايمون تاع دي زونتيكور اللي راح ياتاكيو لي سيلول بيتا دي زيلو دو لونغورونس. بصح هذا لو ديابيت دو تيب 1 ايديوباتيك هذا واش يقصدو به؟ درك كي نروحو لا باج الاخرى تفهمو. فوالا راهو قال لك لهنا لو ديابيت ايديوباتيك، قال لك سيرتان فورم غار دو ديابيت دو تيب 1 سون ديتيولوجي انكونو سون ستيغما دوتو ايمونيتي ني دو ريلاسيون افيك لو سيستيم اش الا. دونك لا بيرسون هادي ما عندهاش اون بريديسبوزيسيون دو سيستيم اش الا، كي نشوفو في لي جان تاعها ما لقاوش دي جان يبينونا بلي راح تمرض بالديابيت دو تيب 1، و ان ميم طون ما عندهاش دي زونتيكور كونتر لي زيلو دو لونغورونس. هادو زوج حوايج، هادو هما اللي نعرفو بهم ديابيت دو تيب 1. بصح على حتى خلاوه هذا الديابيت يكون ديابيت دو تيب 1 باسكو قال لك ال بريزونت سور لو بلان كلينيك اون اسيدوسيتوز بيريوديك افيك اون كارونس فاريابل اون انسولين،
تما حنا واش قلنا قبل ديابيت دو تيب 1 يمدنا دي سامبتوم غراف اللي هما سورتو لاسيدوسيتوز ديابيتيك دونك هما كي لقاو بلي يمد اسيدوسيتوز بيريوديك افيك اون كارونس فاريابل اون انسولين راحو صنفوه مع ديابيت دو تيب 1. هذه هي الحاجه اللي لازمكم تعرفوها. لو ديابيت دو تيب 2 كيف كيف حكينا عليه قبل، قلنا بلي راح يقيس الناس اللي كبار في العمر، راه ما يمدناش دي سامبتوم، واذا يمدهم يكونوا مخبيين خلاص. الحاجة الثانية اللي لازم تعرفوها، إذا مدنا لو ديابيت دو تيب 2 اون اسيدو سيتوز ولا كوما هيبر اوسمولار ولا شي حاجة، لقاوها ديكلونشي. واش معناتها؟ معناتها هاد لا بيرسون ما كانتش على بالها بلي راهي ديابيتيك، و باغ اكزومبل صرات لها سورتو لي انفيكسيون، عندها اون انفيكسيون كالكونك، صرا لها اون اسيدو سيتوز ديابيتيك. هاديك لاسيدو سيتوز ديابيتيك ما كانتش رايحة تكون كل ما جاتش لانفيكسيون، تسمى الي ديكلونشي باغ لانفيكسيون، باسكو السوجي هذاك راهو ديابيتيك. كي يروح هو يبداو يشوفوا فيه يلقاو بلي راهو ديابيتيك دو تيب 2، كي صرات له لانفيكسيون مدت له اون اسيدوسيتوز ديابيتيك. هذه نشوفوها سورتو في لي كومبليكاسيون ايغو تاع لو ديابيت. لي زوتر تيب سبيسيفيك دو ديابيت، عندنا كاين لي ديابيت باغ ديفو جينيتيك دو لا فونكسيون دي سيلول بيتا دو بانكرياس، تما كاين ان بروبليم جينيتيك تاع لي سيلول بيتا. كاين لو ديابيت سكري دو تيب مودي، مودي هذا ماتوريتي اونست دايبيتس اوف ذا يونغ، اللي هو لو ديابيت دو تيب ادولت شي لو جون. دونك هذا المودي هذا واش فيه؟ راهو عندنا جان واحد كيما قال لك لهنا في المودي دو باغ اكزومبل، عندنا اون ميوتاسيون دو جان كودون بور لا غلوكوكيناز سيتوي سور لو كروموزوم 7. تما لقينا بلي راهي كاينه لا ميوتاسيون، ولقينا ها وين بلاصه اللي هي في الكروموزوم 7 اللي رايحه تقيس لا غلوكوكيناز. لا غلوكوكيناز هادي باه تعرفوا برك واش دير لا غلوكوكيناز. لا غلوكوكيناز كاينه في لو بونكرياس، هي اللي راح ديتيكتي الجلوكوز، تهزو دير له اون فوسفوريلاسيون باه هادي كي يعود الجلوكوز فوسفوريلي لداخل في البونكرياس، البونكرياس راح يعرف بلي كاين الجلوكوز بزاف ويمدنا الانسولين. دونك كي تعود الجلوكوكيناز ما كانش فوسفوريلاسيون تاع الجلوكوز، دونك البنكرياس مش راح يعرف بلي كاين جلوكوز بزاف، دونك مش راح يفرز لنا الانسولين. هذا هو البرينسيپ. دونك هادي سي بور فو برك، ماهيش حاجه كبيره. ليسونسييل لازمكم تعرفوا بلي لو مودي 2 هو لو بلوز امبورطون بور لو دي. بون لو تيب مودي راهم كانوا مكلاسيين مع لو ديابيت دو تيب 2 باسكو ما كانوش يعرفوا كان جان ريسبونسابل، ما كانوش على بالهم بلي راهي ميوتاسيون باغ اكزومبل في كروموزوم 7 ولا في الكروموزوم 20 ولا. من بعد كي لقاو البلاصه تاع لا ميوتاسيون اكزاكت خرجوه ورجعوه ديابيت وحده. دونك بور لو ديابيت سكري بار سيتوباتي ميتوكوندريال، لهنا لازمكم تعرفوا بلي راهو ا ترانسميسيون من لا مير لي زونفون تاعها، ما كانش من لو بير لي زونفون، راه يمدنا سورتو دي سيندروم. دونك هو لو ميكانيزم تاعو مش مفهوم تري بيان، مي لازمكم تعرفوا بلي راح يمدنا دي سيندروم، ماهوش راح يمدنا ديابيت سكري وحده، راح يمدنا حوايج بزاف مع الديابيت ويمدنا سيندروم كيما لو سيندروم دو ميد، لو سيندروم دو وولفرام ايديت مود اكسيتيرا. من بعد واش عندنا؟ عندنا لو ديفو جينيتيك دو لاكسيون دو لانسولين. Il s'agit de forme pédiatrique par mutation du récepteur de l'insuline avec syndrome de résistance majeure à l'insuline. واش معناتها هادي؟ معناتها هادوك لي ريسبتور تاع الانسولين هادوك تكون فيهم اون ميوتاسيون، دونك الانسولين مش راح يقدر يركب فيهم ومش مش راح يقدر يخدم خدمته. دونك سي اون انسولينو ريزيستانس. علاه قال لك في لي فورم بيدياتريك؟ باسكو سي كونجينيتال، لو ديفو جينيتيك تاع لي ريسبتور هادوك راهو كونجينيتال. لي مالادي دو بونكرياس اكزوكرين، بون كوم لو بونكرياس هو اللي راح يمدنا الانسولين، اي حاجه راح تقيس لو بونكرياس راح تاثر لنا على لا برودكسيون تاع الانسولين. دونك هذا هو البرينسيپ اللي لازمكم تحفظوه. باينه لي مالادي اللي قيسوا لو بونكرياس، الكونسير دو بونكرياس، البونكرياتيت، هادو كامل. بون بور لي زوندوكرينوباتي كيما قلنا في الاول خلاص، قلنا بلي كاين دي هرمون هايبر غليسيميونت اللي راحين يطلعوا لا غليسيمي كيما لو كورتيزول، الادرينالين، السومات هرمون اللي هي لورمون دو كرواسونس، هادو كامل راحين يزيدوا لا غليسيمي. دونك كي يعودو عندنا دي زوندوكرينوباتي كيما باغ اكزومبل عندنا لا كروميغالي، لو سيندروم دو كوشينغ اللي راح يمدنا الكورتيزول بزاف، هادو كامل راحين نلقاو معاهم ان ديابيت، دونك اون هايبر غليسيمي ولا ان ديابيت فرونش فرون. بون بور لو ديابيت اندوي باغ دي ميديكامون كيما قلنا قبل كيما لي غلوكوكورتيكويد، هادو لي ميديكامون كامل راحين يطلعو في لا غليسيمي، دونك راحين يمدو لنا
برسك لو طابلو تاع ان ديابيت، بصح جينيرالمون كي نحبسو هاد لي ميديكامون راح يروح تروح لنا ليبرغليسيمي هذيك، ونعرفو بلي ماهوش ان ديابيت. بور لي انفيكسيون كاين لا روبيول كونجينيتال، سيتوميغالو فيروس، كوكساكي فيروس باغ اكزومبل، تاني لا كوفيد 19، هادو كامل قادر يقيسو لنا لو بونكريا وراحين ياثروا على برودكسيون تاع الانسولين اللي يمدو لنا ان ديابيت. لي فورم انابيتويل دو مالادي ايمونولوجيك كيف كيف، سو سون دي مالادي اوتو ايمون. دون سيت كاتيجوري il existe principalement deux entités. Le Stiffman syndrome هذا c'est une maladie auto-immune touchant le système nerveux ou touche éteint le pancréas, entraînant une contracture douloureuse des muscles paravertébraux. Elle a dit comme elle a dit parce que une personne a le diabète de type 1, les huagumna les blés, c'est une maladie auto-immune. Lazim houso elle a une maladie auto-immune les kainam a parce que hnaya la ben nabli le corps t'en a qui yخدم qui soit عنده une maladie auto-immune راح يديفلوبي معاها مالادي اوتو ايمون واحده اخرى. تسمى مثلا مدلك ديابيت دو تيب 1 يمدلك مالادي واحده خلاف اوتو ايمون. بعد من بين هاد لي مالادي اوتو ايمون اللي راح يمدهم لك راح يمدلك لو ستيفمان سيندروم، تسمى دي زونتي كور اللي راح ياتاكيو لو سيستم نيرفو ياتاكيو لو بانكريا او ميم طون. بون هادي اللي حكينا عليها دركا. ومن بعد لا برودكسيون دونتي كور اونتي ريسبتور دو لانسولين، لهنا هادي بور لا برودكسيون دونتيكور اونتي ريسبتور دو لانسولين. حنا كي نقراوها نفهمو بلي هاد لي زونتيكور راحين يفسدو لي ريسبتور دو لانسولين، الوغ كو هي نو، هادو لي زونتيكور راحين يروحو يلصقو في لي ريسبتور دو لانسولين ويخدمو كوم سي هما لانسولين. دونك واش راحين يديرو هذاك لو ريسبتور هادوك هذاك ياناليزي لو ميساج بلي راهو يلصق فيه لانسولين الوغ كو هو اونتيكور برك. واش راح يدير؟ راح يدير لنا اون هيبوغليسيمي، دونك راح يخدم كوم سي لانسولين لصق فيه ويخدم الخدمه كوم سي راهو لانسولين اللي راهو لاصق. دونك لو ريزولتا واش راح تمد لنا؟ راح تمد لنا ليبوغليسيمي. هذه هي. بون بور لي زوتر سيندروم جينيتيك اسوسيي بارفوا او ديابيت سكري تيل كو لو سيندروم دو داون، لو كلاينفيلتر، لو تورنر، لورانس مون، برادر ويلي، هادو كامل سو سون بريسك دي سيندروم كونجينيتال، معناتها الطفل راح يزاد بهم. وكم سي دي سيندروم كونجينيتال راح نلقاو بزاف دي ميوتاسيون في لي جين تاعهم ولا دي بروبليم تاع لا فيزيولوجي تاعهم، راح نلقاهم جينيرالمون فيهم لو ديابيت سكري. دركا عندنا لو كا لو بلوز امبورطون تاعني راح نلقاو سورتو في لا جينيكو، عندنا لو ديابيت جيستاسيونيل. Le diabète gestationnel, le diabète gestationnel est défini par la présence d'un trouble quelconque de la glucorégulation durant la grossesse. Il y a le règlement, le taux de glucose dans le sang, c'est le diabète gestationnel. Que ce soit la femme qui a la grossesse ou qui a un diabète, mais ça n'a pas de problème. Il y a un diabète qui a عندها لا غروسيس اللي هنا نسميوه ديابيت جيستاسيونيل، ولا لقينا بلي ما كانتش ديابيتيك من قبل بصح كي صرات لها لا غروسيس ولات ديابيتيك. دونك هادي لازمكم تعرفوها. بون واش قلنا تاني؟ لي كريتير دياغنوستيك سون دونك ديفيرون. Cette entité englobe les états d'intolérance de glucose et les diabètes patents qui sont détectés durant la grossesse, quel que soit leur devenir après l'accouchement. Donc, soit des diabètes patents qui ont un ou la diabète qui sera à cause de la grossesse, quel que soit que ce soit la grossesse, c'est un diabète gestationnel. Elle a في لا غروسيس راح يصير لنا ان ديابيت جيستاسيونيل. هذه لازمكم تعرفوها تاني. لازم لو بلاسينتا اللي هي هذيك اللي تغذي لو فيتريس، هذيك البلاسينتا راح تسمد لنا دي هرمون. لي هرمون هذوك الخدمه تاعهم انهم يغارديو لا غروسيس، ما يخليو لا غروسيس هذيك تكمل. هذوك لي هرمون راح نلقاو هايبر غليسيميون، علاه؟ باسكو لازم يزيدوا لا غليسيمي، باسكو لو كور تاع لا فام هذيك لازمها لا غليسيمي ليها و لو فيتوس تاعها. دونك راح نلقاو لي هرمون هذوك هايبر غليسيميون. دونك في لا جيستاسيون ولا لا غروسيس راح نلقاو بلي لو طو تاع لا غليسيمي عند لا فام راح يطلع. كي يطلع قادر يولي عندها ان ديابيت جيستاسيونيل، سورتو كي تعود عندها
Je ne sais pas quel est le problème. Bon. Je ne sais pas où ce sera. نستناهم بركي يعاودو يدخلوه. بون بور لو ديابيت جيستاسيونيل واش قلنا بلي لي زهرمون تاع اللي نديرهم البلاسينتا راح يطلعوا لا غليسيمي، بصح وقتها راح يمدوا لنا ديابيت جيستاسيونيل كي تعود لا فام هذيك ديجا راهي بري ديسبوزي للديابيت. كيفاه تكون بري ديسبوزي للديابيت؟ راهم قالوها لكم هنا، كي تعود بلوس دو 35 عام، تسمى صرات لها لا غروسيس كي عادت كتر على 35 عام، ولا عندها ان اي ام سي اللي هو لانديس دو لا ماس كوربوريل سوبيريور او ايغال ا 25 كيلو بار متر كاري، معناتها عندها اون اوبيزيتي. الحاجه الثالثه دي زونتيسيدون بيرسونيل دو ديابيت جيستاسيونيل ولا بيبي ماكروزوم، كي تلقاو بيبي ماكروزوم معناتها راهو كان كان عندها ديابيت جيستاسيونيل. دونك كي تكون عندها دارت ديابيت جيستاسيونيل من قبل راح قادرة دير ديابيت جيستاسيونيل في لا غروسيس اللي وراها، ولا او كور دو لا بريزونت غروسيس il existe soit un hydramnios تما كاين لو ليكيد امنيوتيك بزاف، ولا اون بيومتري فوتال سوبيريور ا 97، معناتها هذاك لو فيتوس تاعها هذاك راهو كبير على لا نورمال تاعو، تما راهو لا كرواسونس تاعو كبيره بارابور ليتا نورمال. بون كيف رايحين ديتيكتيو هذا لو ديابيت جيستاسيونيل؟ في لا بريميير كونسلطاسيون بريناتال، تسمى وحده كي تفيق بلي عندها لا غروسيس راهي حتروح تتقلب. دونك واش راحين يديروا لها؟ راحين يميزوريو يميزوريو لي 3 بارامتر هادو، لا غليسيمي اجون، ليموغلوبين غليكي، ولا غليسيمي. وي بون ولا غليسيمي نون اجون. لي فالور سوي ديفينيسون اون ديبي دو غروسيس ان ديابيت باتون ميكونو. بون واش قالكم هنايا؟ قالكم بلي رايحين حنا اي وحده كي تبدا في لا كونسلطاسيون برينات تاعها راح نقيسوا لا غليسيمي اجون سورتو في البريمي تريمستر، راح نقيسوا لا غليسيمي اجون ليموغلوبين غليكي والغليسيمي نون اجون. كي نلقاو لا غليسيمي اجون سوبيريور ا 1.26 ولا ايغال ا 1.26، ولا نلقاو ليموغلوبين غليكي سوبيريور او ايغال ا 6.5، ولا لا غليسيمي نون اجون سوبيريور او ايغال ا 2 غرام بار لتر، لهنا واش نقولوا بلي هذه لا فام كان عندها ديابيت من قبل وكي ولات بلا غروسيس فاقت بالديابيت هذا، تسمى الديابيت هذا راهو كاين من قبل، وبلي ورا لا غروسيس راح يبقى عندها هذا الديابيت. تسمى هذه هي الحاجه اللي لازم نعرفوها، تسمى كي نلقاو هاد لي فالور في الاول باينه بلي راهي من فام ديجا ديابيتيك، كان ديابيتيك من قبل وفي في لا غروسيس بها اكتشفتو. هذا هو لو ديابيت باتون. الحاجه الثانيه ما لقيناش هادو لي فالور، بصح واش لقينا؟ لقينا لا غليسيمي اجون سوبيريور او ايغال ا 0.92، تما راهي كتر على كتر ولا ايغال على 0.92 بصح راهي قل على 1.26. لانا كي نلقاوها في لا مارج هادي معناتها راهي عندها ان ديابيت جيستاسيونيل ونتعاملوا معاه كانه ديابيت جيستاسيونيل. من بعد كون ما نلقاوش هاد لي فالور، تما نلقاو لا غليسيمي اجون قل على 0.92 هادو لي فالور نلقاوهم نورمال، واش نروحو نديرو؟ نمدو لها ان رونديفو اونتر لو 24 اي 28 سيمين دامينوري ونديرو لها اون اتش جي بي او. دونك اون اتش جي بي او لا غليسيمي اجون، اذا لقينا لاش جي بي او هاديك نبداو ساعة بلا غليسيمي اجون، قلنا بلي بين لو 24 اي 28 سيمين دامينوري نمدو لها غليسيمي اجون ولا جي بي او. اذا لقينا لا غليسيمي اجون ايغال او سوبيريور ا 0.92 ولا لقينا لا غليسيمي ا 1 اور 1.8 ولا اكثر، ولقينا لا غليسيمي ا 2 اور ايغال او سوبيريور ا 1.53، لهنا واش نقولو؟ بلي راهو ان ديابيت جيستاسيونيل. دونك نعاودوها، الحاجه الاولى كي تجي في لو بروميي تريمستر راح نديرو لها الغليسيمي اجون ليموغلوبين غليكي والغليسيمي نون اجون. اذا لقينا الغليسيمي اجون سوبيريور او ايغال ا 1.26
ولا l'hémoglobine glycée supérieure ou égale à 6,5 ولا la glycémie non agent supérieure ou égale à 2 grammes par litre لهنا واش نقولوا بلي راهو ان ديابيت باطون مي كونو كان عندها ديابيت بصح ما فاقتلوش. الحاجه الثانيه كي درنا لها هذيك الاولى ما لقيناش هاد لي ريزولطا اللي هنا بصح لقينا بلي لا غليسيمي اجون اي سوبيريور او ايغال ا 0.92 بصح ماهيش لاحقه حتى ل 1.26 لهنا نقولوا بلي سي ان ديابيت جيستاسيونيل. لكن ما لقيناش خلاص هاد لي فالور تسمى لقينا كلش نورمال نمدوا لها ان رونديفو اونتر ال 24ايام اي 28ايام سيمين دامينوري ونقيسوا لها لا غليسيمي اجون و لاش جي بي يو. لا غليسيمي اجون اذا لقيناها ايغال او سوبيريور ا 0.92 ou là, l'gina la glycémie à 1 heure supérieure ou égale à 1,8 ou là, la glycémie à 2 heures supérieure ou égale à 1,53 c'est un diabète gestationnel ou un normal. Donc normalement c'est tout. Bon, on a dit la conclusion, c'est très simple. Donc est-ce que vous avez des questions et partie mais le cours que ce soit les cours la physiopathologie ou là et haja. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi l'acidocétose? Bon, ben c'est quoi l'acidocétose? Hna yoch qulna fi l'awwal, attendez, n'aoud برك نبارطاجي لكم la photo تاع كبير. Bon, la photo, voilà. Hna wach qulna qbil? Qulna blli hadi le muscle qui n'oudo en période de jeûne. La période de jeûne, je vais vous dire que le muscle va être très glucose qui est en train de se faire. Je vais vous le cerveau et les globules rouges. Et je vais vous dire que le glucose qui est en train de se faire, le glycogène. Et je vais vous dire que les acides gras. Les acides gras, donc nous allons vous le tissu adipeux. C'est la voie qui est en train de se faire l'acide gras. ما يحول لاسيد غرا اللي جاوه يحولهم الانرجي. هذه لافوا هذه راهي حتتامر ليه تما ليه تولي ما عندوش بلاصه تاع لي زاسيد غرا هذوك يولي ما يقدرش يدير لينيرجي. دونك واش راح يصرى؟ رايح هذا لو تيسو اديبو هذا يهز لي زاسيد غرا هذوك يبعثهم ساع لو فوا. في لو فوا واش راح يصرى؟ هذوك لي زاسيد غرا راح نحولوهم دي كور سيتونيك اللي هي لا سيتوجينيز. Des corps cétoniques ou là les acides cétoniques. Les acides cétoniques, donc, ils ont le foie, ils ont le muscle. Donc, le muscle, il y a les corps cétoniques. Les corps cétoniques, donc, ils ont le corps cétonique, l'énergie. C'est-à-dire, des corps cétoniques, ils ont le fibrillaste de glucose, comme si c'est le cas. Donc, les corps cétoniques, ils ont des acides faibles. Des acides faibles, comme يبقى هذوك لي كور سيتونيك يبقاو يروحوا لو موسكل يروحوا لو موسكل ويروحوا لو موسكل ويمشيو في الدم. دونك راحين يوليو عندنا بزاف لي كور سيتونيك اللي هما دي اسيد فابل. كوم لي اسيد فابل هادو راحين يوليو اون اكسي غتولي عندنا اون اسيدوز. اون اسيدوز ونعيطو لها لاسيدو سيتوز على خاطر جايه من لي كور سيتونيك. وحنا واش قلنا لا بيريود دو جون راهي كيف كيما كيعود عندنا ديابيت باسكو الجلوكوز راهو كاين بزاف بصح هادو les organes cibles راح نخدموا كوم سي راهم في لو جون. دونك لهنا كوم سي كوم لو غلوكوز راهو كاين بزاف لو موسكل ماهوش قاعد يخدم به دونك راح يخدم بلي زاسيد غرا تعمر لا فوا تاع لي زاسيد غرا يولي يخدم بلي كور سيتونيك لي جو منا ويزيدوا لي كور سيتونيك وتولي عندنا اون اسيدوسيتوز لاسيدوسيتوز ديابيتيك. لاسيدوسيتوز ديابيتيك علاه ما نحبوهاش احنا؟ على خاطر هادوك لي كور سيتونيك راهم توكسيك بور لو سيرفو ونحن يمدونا بوكو جونغ بزاف لي كومبليكاسيون اللي راح نشوفوهم بعد في لي كومبليكاسيون ايغو اللي هي لاسيدوسيتوز ديابيتيك. راح تمدنا توت ان تابلو اللي جاي من لي كور سيتونيك هادو. دونك جيسبر فهمتيني. دوطخ كيستيون؟ D'autres questions par rapport au curcuma. D'accord.
ما كانش دي كيسيون. بون عندكم تاني كاين كلكو نوسيون اللي لازمكم تعرفوهم، باللي لو ديابيت دو تيب 1 سي ان ديابيت انسولينو ديبوندون، اللي يعيطوا له تاني انسولينو ريكويرون، انا تاني يحتاج لانسولين باسكو ما كانش خلاص لانسولين في لو كور. الحاجه الثانيه لو ديابيت دو تيب 2 سي ان ديابيت نون انسولينو ديبوندون، تما ما يحتاج لانسولين باسكو كاينه اون كونتيتي دو باز تاع الانسولين. دونك على هذه في لو تريتمون ديابيت دو تيب 1 لازم نمدلو الانسولين ديريكتومون، ديابيت دو تيب 2 ما ندولوش الانسولين مي نمدلو لي انسولينو ميميتيك ولا لي زوتر اللي هما لي زونتي ديابيتيك اورو. بون وي درت لونجستريمون، جيسبر يكون صلح برك. L'insulino pini. L'insulino pini, c'est la diminution de la quantité d'insuline dans le corps. Ou là, l'insulino pini, on a rien ça, l'insulino carence. Quand tani, le terme, les comme ça, il faut tani, les voit le lune de miel. Le lune de miel, hada, ou je m'en attends, on a ça, un diabète de type 1. Le diabète de type 1, il y a un traitement ça, c'est l'insuline. Mais tout l'insuline. كاين سيغتان تيب تاع ديابيت دو تيب 1 سورتو شي لي جون نلقاهم سورتو عند لي زونفون، كي تمدولو الانسولين ويبقى يريغلي يعسف لا غليسيمي تاعو راح يلقى لا غليسيمي تاعو ولات نورمال. كي نحيولو الانسولين لقاو لا غليسيمي تاعو نورمال كوم سي ما كانش عنده ديابيت. هذا هو اللي اسمه لو لون دو ميال. لون دو ميال هذا تما كي مديتولو الانسولين عاود رجع لو بونكرياس تاعو يخدم، ما لا فيزيوباثولوجي تاعها ماهيش بيان إلوسيدي. دونك راح يبقى يولي يخدم نورمال كوم سي ماهوش ديابيتيك، ومن بعد راح يعاود يرجع له الديابيت هذاك ماكسيموم 2 زون. ماكسيموم 2 زون راح يعاود يحتاج الانسولين نمدوهولو، سينو يصرالو لي كومبليكاسيون ايغو. هادي في لو ديابيت دو تيب 1. است كيليا دوطخ كيسيون؟ Bon, ma fanch, la relation du diabète type 2 entre l'insulinorésistance et l'insulinopénie. Bon, il y a l'insulinorésistance, c'est quoi? Maintenant, l'insuline, il y a les récepteurs tao. Ou là, même si il y a les récepteurs tao, donc je vais dire de tout. L'insulinopénie, maintenant, l'insuline, ma kanch bzaf. Hadi, on est d'accord. Dans le cas, il y a le. Ma le benhom, je connais le tibda. Est-ce que l'insuline est une cause? Ou la l'insuline en résistance, il y a généralement l'insuline en résistance, et elle est de la loula, c'est mal l'insuline ou l'imir de chredemto. Hadi, on est d'accord. Mbad qui l'insuline ou l'imir de chredemto. Un sujet normal, le pancréas ou chrachidir, qui est l'insuline mange gadirdem, il y a de la production telle insuline. Qui y a de la production telle insuline, l'insuline ou l'imir de chredemto. Il s'en a les récepteurs tao. Mais. عند اون بيرسون لي عندها بريديسبوزيسيون للديابيت دو تيب 2 البنكرياس تاعها ماهوش راح يخدم بهذه الطريقه، ماهوش خلاص راح يزيد لا كونتيتي تاع الانسولين. دونك لهنا واش نقولوا كاينه اون انسولينو بيني، و او ميم طون كوم لا غليسيمي راهي طالعه باسكو كاينه اون انسولينو ريزيستانس كاين لي اسيد غرا، راح تكون عندنا اون غلوكوتوكسيسيتي معناتها الغلوكوز هذاك راح يكون توكسيك بارابور لو بنكرياس، وكاينه اون ليبوتوكسيسيتي معناتها لي اسيد غرا هذوك اللي راه يطلق فيهم لو تيسو اديبو واللي راهم جايين من لوبيزيتي، هذوك كامل راح يكونوا توكسيك تاني بور لو بانكرياس ويمدونا اون انسولينوبيني. دونك هذا هو لا ريلاسيون بيناتهم. بصح شكون اللي تبدل الاولى؟ هذو درك مازال ما فصلوش فيها شكون تبدل الاولى فيهم، اسكو الانسولينو ريزيستانس اللي تمدنا انسولينوبيني ولا الانسولينوبيني اللي تمد الانسولينو ريزيستانس. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que c'est bon. J'espère que nous faisons bien. إذا عندكم دي كيسيون تقدروا تكونتاكتيوني، وإن شاء الله الخدمة الجاية نديرو
complications chroniques, complications aiguës, un abdomen endocrinaux. Donc, normalement, c'est ça. Et dans les questions, tu peux te contacter. Donc, je vous remercie. Merci pour votre temps. Vous simplifiez pour les incidents, les salades à la connexion. Donc, merci beaucoup. Bon courage, bonne révision et bonne soirée. Au revoir.